اللقاء سجله اللاعب نيفاس. المخالفة نفذها حاجي الذي لعب لأول مرة أساسيا، ورأسية ميباركي سكنت في شباك الحارس نيلي. Zerara qui cherche loin devant, mais Balki. Voilà une deuxième occasion de but, ouais. Et c'est toujours pour le second but. Et Al-Foras Al-Kathir. Et Al-Foras Al-Kathir. Réagir à Al-Muqabila. Et Al-Shawfa Al-Awwal. Ma Abidait Al-Shawfa Al-Thani. Et Tahir Al-Bidla. Terrag. Et Matekat Al-Amaliyad. Yurta Kap'alé Khatak Mishouih. Golf Jaza. سبع كم بشاري هذه المرة لكي تجربت بجاية زيرارة نفذها وسجلها. فرح باب التسجيل ثم عدل النتيجة. هذا المستقبل الجديد في الميركاتو، بانغورا سجل ثاني اهدافه. تقول عدم التركيز لان كان ضربه ركنيه، وفي الركنيات كانوا ينتظروا ممكن كره خارجه فعلا، لانه الركنيه الاولى لعبت عناصر تراخي من جانب الدفاع فريق ذلك بعد مرور 3 دقائق فقط. المدافع زغن يستغل كرة مرتدة من الدفاع ويسدد بكل قوة تاركا الحارس حسن دون حراك. سلسلة النتائج الإيجابية لشبيبة بجاية أعادت مداد، والذي أداره الحكم محمد بن نوزة. وإنه الجمهور، لكن سيطرة المجاوية تأكدت من خلال النسوج والمحاولات المتكررة. القوة الهجومية لتشكيل المجاوية فعلها العائد إلى البطولة الجزائرية بورقبة الذي أمضى الهدف الوحيد قبل أن يتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني لفريقه بهذه الكيفية في الدقيقة 68. بكل تحفظ وقبل 3 دقائق او دقيقتين. اوه جميلة في الوقت الذي كنت امشي بك. Il y a le geste, mais je ne sais pas si le joueur a touché le ballon. Alors Hachem Chit se battre en évidence et en plus la faute. Et c'est le but. Si. À la grande joie des supporters de la GSMB. Ça s'est joué à très peu. Thank you.
سيرج ويروس والدراك. بعد بداية الشوط الثاني وبالضبط في الدقيقة 50 جغبالة ارتكب را ركلة الجزاء نفذها زرارة في نجاح. Ça va être le numéro, ça va être Aurès qui va faire son entrée dans quelques instants pour Béjaïa. Jeune également joueur Aurès, hein, donc du côté de Béjaïa, beaucoup beaucoup de jeunes dans cette formation. Du moment qu'il y a des joueurs. استغل المخالفة دائرية من زفور، أخذ ورد في منطقة العمليات ورأسية اللاعب تخطت خط المرمى حسب الحكم غربال. عود بالزاد كاملا من رحلة الغرب، هذه المرة من عود بالزاد كاملا من رحلة الغرب، هذه المرة من بالعباس لدى فوزها على الاتحاد بهدف زرارة. عليه أقدام الأسمراني بانجورا وبواقعية محترفة يسجل أولى أهداف اللقاء عكس مجريات اللاعب. Qui espèrent un bon résultat de leur jeune poulain aujourd'hui, Mohamed. Alors l'emballant de Zerara au deuxième poteau, la tête du but, ouverture du score à la 9e minute de jeu.